هذه فقط واحد بيكمن يونسني، بينما نحوسه شويه. السلام عليكم، اتسمي مانو مارو. اليوم في جزر رقم واحد لي بيكمان. اللعبة دي خرجت في 2001 على الجيم كيوب، عملها بطبع نينتندو شو اسمه مياموتو، شيجيرو مياموتو. او كي تشوفوا هذا الجيم بلاي تريلر نتاعها تنجم تقول يظهر كيف نقعد في التايتل سكرين. عندنا مياموتو عمل اختار ما اختارش بلاتفورم، كان عمل ماريو، عمل زلدا، عمل ستار فوكس، بعد كي جا 2001. اسمع عندي فكره، نحب واحد فضائي ولا بشر ناش تكون ونمر، هبط في جزيره يلقى فضائيين نسميهم بيكمان، اوب نمشي نغيشهم تك 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 تك، ولي كل جيش يتحكم فيه، وكل واحد عنده القدره نتاعو الخاصه. فكره رائعه والله، اللعبه ذي رائعه. نحبكم ماذا بيكم تجربوها، مثلا بيكمان 1 2 3 كلهم بيين، جربت من الكل، ما كملت حتى واحدة منهم، حبيت نكملهم في القناة، وهذه أول مرة نلعبه في القناة. والله أنا سعيد إني باش نلعب بيكمان أخيرا في القناة. يس، وهكا يا يعني نبدأ نلعب. لحظة، حاجة أخرى يا جماعة، مو غريب هذه حلقة واحد، صحيح ولا أنا عادة أختم ألعب نينتندو في شكل لايف ستريمز. حلقة واحد ستكون من الآن فصاعدا فيديو، والحلقة الثانية لايف ستريم، ثالثة لايف ستريم، رابعة لايف ستريم. لماذا؟ اللي يحب يشوف اللعبة، اللي يحب نشهيه باش يلعب اللعبة، اللي يحب فيديو ولك فيديو، اللي يحب يشوف اللي يحب اللعبة ويحب يشوفني نخدمها هناك اللايف ستريم. اللايف ستريم يحضر معايا لايف، لو كان لا يقدر يمكن يشوف البث بعد قليل. انا ديما نحط البثوث نتاعي لتفوت 3 سوايع وبعدك. وهذا كملنا الانونسمنت ونبدا نلعبوا بيكمان. شوفوا كي الحكاية كالعادة، نهبطوا فيه في كوكب نحاول نهربوا منه. شيبس لوك، شيبس لوك نيو سبيس، شكل فضاء. اي بعد سبيس اتس فاست ثينك. شاملوا ديكومنتري متاع النازا، واذا عمك اولي مر اللي برشا الناس تعرفوا من سوبر سماش براس، ممكن ما لعبتش اللعبه نتاعو بيكمان. شو اسمه مياموتو قال باش تهبط، قال قاعد يخدم على بيكمان 4، ما قالوا حتى شيء يعني، فقط قال في شو اسمه في انترفيو. به ضربته نيزك طاح. مايداي مايداي وير فولينج داون، وير فولينج داون، اول سيستمز ار شوت داون. القطايع نتاعو قاعدين يتكسروا. بعد لازم نقعدوا نلمدوهم. سبحان الله ما تحرقوش، ما فزدوش، سبحان الله. بعدك باش نلقاهم هكا نظر في المغوك كلي جا واحد مسحهم في امباكت سايت دي تيتوريال. طب عم بقولي مرضيخ الاغنية شدة تمرجنا شوية باش نقعد نسمعها برشا مرات. احنا حايرين فما بوزلز. My name is Captain Olimar. While traveling through space, my ship was struck by a meteor. I was blacked out and I was complete mind with so many parts lost. Oh my beloved dolphin is a painful tale. The engine is gone. في بالكم يا جماعة دولفين شو اسمه؟ جيم كيوب كان اسمه دولفين. ظهر لي. النيك نيم نتاعو كيما مثلا السويتش كان انكس، انكس. الوي نسيت اسمه ريفولوشن. نسيت. الجيم كيوب كان اسمه دولفين، يعني كيف يسموه هكا كود نيم دولفين. مكهوني فما الغاز، عنده الاكسجين يكفيه ل 30 يوم. مشكلة في اللعبة عندك 30 يوم، تنجم تلعب قد ما تحب، تنجم تخسر واحد كل شيء، عندك 30 يوم. اي ليتس جو، باش نقعدوا ندوروا ما نعرفوش باش نعملوا. ما انا حتى انا ماني سبيكمنت. هذا ني تجي هكا ليسا، اوب يستكشف هل لا واحد اول مرة يلعب لا تيتوريجيس عطاك جملتين راني هبطوني عندي 30 نهار. باه الله يبارك. قدموا هذا شنو الحاجة اللي تحت؟ سترينج سينج اسبيرد بيفور مي. I barely began my search when it triggered up.
Is it alive? Is it a machine? It resembles a vegetable on my home planet that we call an onion. Yeah, I shall call this an onion too. دونك شو سميها بصلة. بس سمحوني يا خدي نحكي بسرعة، نعرف لهجتي بالتونسية، نحاول نحكي بشوية بالفصحى. دونك لدينا هذا البيكمان. The seed that onion dropped to root in the soil. هذا كله تكست. كله ما عرف أنا نعرفه ماذا البيكمان. هذا المخلوق. يعني هذه الأصوات هذه. عنده جزء ايون وليف ورقة اكسترا اورديناري. وكأنه اولي مرة يسجل في دوكيومنتري للنازا تو. باه الكنترولز كيفاش كنترولز تراه؟ نجم نطيشو نعمل هذا نصفر باش يجي بحذايا. باه هذا باش نشوفو قداش عندي من بيكمان. هذا نصفر قلو بنروح برا عليا اي جي بحذايا. لا لا مشي 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 نبصر لك ايش بعدها. لا مشي مشي انا امزح 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 ايش ايش هاي زملاتي. هذه الكاميرا نخليوها هكا. نجم ندورو نختار الاتجاه اللي يجي منه. الكاميرا هكا خير. وهذه باش نحركها. شنو هذا الزر اللي نزلت عليه؟ What does this big man think of me؟ باه انا جربت كيفاش ندور الكاميرا؟ هكا نطيشو على تو كيفاش نبداو نلمدو البيكمنز. التيتوريال ما يقولك حتى شي، تقعد تجرب انت حتى تلقى في واحد. واو شنو هي؟ تمشي هزه لازم نقولك انا هذيك ساعه امشي هز البيكمن هز وصل الفم. اوب خرجوا الزوز. هذا كيفاش يتكاثروا البيكمان من هالسيدز نتاع الاوراق. مهوني مازال ما سميهاش بيكمان. لا كمل سميه. انا خطرت من سكيبي تيست. از يا جماعه از غلط هذا يز. ايوا لازم نستناو يكبروا هناك. علاش؟ خاطر نجبد فيه. الزو هذي كعبه لازم نكثروا البيكمنز. دونك احنا على الاوش كثروا البيكمنز نعملوا الجيش نتاعنا نتمنوا عليه. وبعد بالطبيعة احنا نستكشفوا احنا نطوروا البيكمنز نتاعنا. خاصنا نجيبش نبدل الكاميرا يعني لازم نستعمل هذه هكا. وكيف واحد نتاع خمسه نمشيو اه اجي معي. واحد نتاع خمسه نمشيو نجيبوا صحابكم اه. اول بيكمن كان البيكمن الاحمر. ايجو كلكم اي تعاونوا. تعرفوا يا جماعه اش اسمها يد واحده ليست يد واحده للصفا. رزمه نتاع خشب وقت تبدا وحده تتكسر وقت تبدا متماسكنه برشا وحيد ببعضهم تجيب تكسرها. في التعاون قوه. اكش تعلمنا هاللعبه هذه. معكم كان معكم الان حكمه ملو ماريو. اش قولكم يا جماعه؟ نعرف لعبة بيكمان واش تكون ضحك ياسر. ممكن كيف يخسر كيف يموتوا لي البيكمان ضحك وشي كيف تبداو تشمتوا فيه ها ميتوا لي البيكمنز. اي صاحبي افيق وي بون اللي ما يمشيش يجري للاسف. ها طيش هاد طيش مشي جيبها تمشي جيبها لازم نقول لك مشي جيبها. شو هذا الاخر؟ بون الكنترولز نتاع بيكمان في اول لعبه ما كانتش جيده. في بيكمان 3 افضل من هكا اظن. والله حال في سوبر سماش ما خلوش القدره نتاعو تصفي اوليمر. حاسه زايده. هو المفروض فما الوقت، المفروض فما الوقت يعني بدا يمر بالوقت، لكن بما انه اول يوم بما انه توتوريال الوقت لا يمر. جيش الفيم مين مشى؟ عندي 10 ولا 12. واو ما ريتهمش. اوكي بدنا البيك مسك الجيش معناها. هاي تو نجمو ندزو هذيا خلي 10 اج معاي. مع 10 هاي تو نجمو ندزو نمشيو الى السكشن هذيا.
سكشن القادم. لنكثر من البيكمنز. بيكمن أساس كيلوز الشيلدرن. باه كلام قاعد يقي قال لي جرب القروصة الكل ما يقوليش كل حاجة تعمل. هاك أول جزء، أول جزء من الشيب مانيش باش ناخدو دوم مادام مفماش وقت، هات ناخدو الحوايج اللي تستهلك وقت باش ناخدوها كيما هذه الكعبة. هاذيك كي ترى خمسة وحيد، هاب خمسة وحيد يجيو هنايا صحيتو؟ لا ناقصين، ناقصين زوز، شد هاكم زوز. كعبة هوني لازم نجيب عليها قد قد هاذيك صحة. فماشي كعبة هوني، فماش واحد 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 خمسة واحد. اوكي هناك الجهة الأخرى مريتهاش، راح نشوفها تو بينما هاكم يوصلوا. دونك هذه اللعبة فيها لازم تستغل الوقت يعني تستكشف. في جزء. لا لا هذه الوحدة نتاعنا، هذا الشيب نتاعنا. اوكي 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 أنا عندي خمسة تو، كي شي ما فيها الجزء هذا فيه شي حاجة. يب فيه كعبة. امشي يا وليمر وحل. ناشبي فين طاح البيك مانيجا؟ كمات ظهر لي كمات. وش يجي ميجي؟ تقوليش مات شبي طاح غاد ضلت طيشت ميت غادي. يلا محسوب عنا يا سر. هاي الزمرة كلي بق الميني بيك من سيدز. نجم قاعد نزل اي. نجم قاعد نزل اي هو بدو يعمل وحده به. طق كعبة به يمشي وحده. مش فيس فيس فيس. هاك خير هاك خير هاك خير. نقدوش هاك بس كعبة كعبة بكعبة. اجمع الكلي قداش عندهم بيك من سيدز. مفروض اي يبقى عندي 23 بيكمن و 23 نتحكم فيهم. جيد جدا جيد جدا. هذا مقدرش تحكم بيكمن. الآلة جديدة amazing. There is no mistake it. My ship's engine is before my very eyes. By a stroke of pure luck I have already stumbled upon the most important piece of my damage craft. كلام زايد طيش كعبوني والباقي هنا 20 20 جيد عندي 20. اها عندي فقط واحد بيك مني ونسني بينما نحوسو شويه. باه حسنا اخيرا كملنا الجول وصلوا البيكمنز الشيء لل شقولوا لها هي للمركبه الفضائيه. هاي تصلحت اي لو كان نجمو نخرجوا قبل ما يجي الليل لانه في الليل فيها مشكله. الليل وحوش تخرج وحوش الليل وياكلوا لي البيكمنز ياكلوني انا. لازم نهرب من هذا اول يوم. مازالوا هاهم البيكمنز الكل. هذه الاغنيه باش تقعد تطبوها ياسر. البيكمنز يمشيو في هيك المركبه الفضائيه نتاعهم. ولي ما نمشي غاديكا مش نطلعوا. اول يوم كملناه في اول فيديو تيتوريال. ان شاء الله تعجبكم اللعبه هذه بالحق وان شاء الله الجزء الثاني نحاول نكملوها في اللايف ستريم. One day seems impact. دونك شي يعمل لوغ شي قاعد يكتب شو صار له كل نهار وكل شيء خاطر قاعد يسرفايفي. يجم يموت ما 29 نهار يجم يموت لو كان ما يلمتش القطايع نتاعو الكل. دونك قاعد اي واحد هكا كيما في الافلام باش تمشي يهبط في اماكن يعرف ايش يسميهم اسامي. دونك بيكمن بوبيليشن ونكون هاي عندنا الخطوط باش نشوفو البيكمنز نتاعنا قداش يطورو. بارتس ريمينينغ. عندي 29 بارتس ياسر. سيفي
وهذه الخريطة متاعنا. دونك عندنا زوز أماكن، هذه سيما فيها ما فيها بارت ثانية من بعد نجم نرجعو لها، وهذه فيها ياسر فورست اوف هوب. بعدون في اللايف ستيم ان شاء الله باش نمشيو لها ونكملو اللعبة، نختمو اللعبة هذيا. اجمعي ان شاء الله عجبكم الفيديو، لايك كومنت وسبسكرايب. اتس مي ماريو، تمن الله.